احيانا لما بتقعد تتكلم وتقول فكره انه حرام انك تعذب الحيوانات ولازم يكون في رفق بالحيوان وانه ربنا سبحانه وتعالى امرنا بكده، ودايما القصه الشهيره اللي تربينا عليها انه في سيده بشرت بالنار لانها بس حبست قطه، لا ضربتها ولا سمتها ولا اي حاجه، مجرد حبستها من غير اكل او شرب فالقطه ماتت فبشرت بالنار، والعكس بيقال انه كان في سيده يعني غير حسنه السلوك ومجرد انها كانت ماشيه في الصحراء لقت كلب عطشان سقته ميه من حذائها فانها بشرت بالجنه. يعني هذه القصص اللي احنا اتربينا عليها طول عمرنا للاسف الشديد النهارده بتصاب بالياس احيانا لما تلاقي بقى اصوات تقول لك ايه يا عم حيوان ايه اللي بتتكلم عليه؟ يا عم الكلاب كتيره في الشوارع ننزل نحط لها سم ونخلص بقى. ما انا مش همشي في الشارع الاقي كلاب وانزل الصبح الاقي كلاب قاعده على العربيه، واصلا انا بالليل ما بعرفش انام ده في كلاب بتهوهو. يعني بتسمع الحقيقه مبررات غريبه جدا. الناس بقت بتستسهل القتل والسم. والاصعب الحقيقه وانا بقول ده وبقوله بمنتهى الثقه يعني، الاصعب انك تلاقي انه ده بيصدر احيانا من بعض منتمين لهيئه الطب البيطري التابعه للهيئه العامه للخدمات البيطريه. يعني كارثه او مصيبه سم الاستراكنين المحرم دوليا اللي فيه تقارير ومنظمات حقوقيه كتير جدا بتؤكد انه بيتم استيراده من الخارج واستخدامه من قبل الطب البيطري لسم كلاب الشوارع، دي كارثه. وطول الوقت بالنادي وبنقول اي وزير زراعه يجي المفروض اي بي سي يلغي القرار ده ويحرم ويجرم تماما انه الطب البيطري اللي هو المفروض اصلا معني بالحفاظ على حياه الحيوان ينزل هو اللي يسم الحيوانات. فلما بتسمع الاصوات دي بقى اللي بيقول لك يا عم حيوانات ايه اللي بتتكلم عليها انزل حط لها سم واخلص، تشعر بالياس حقيقه يعني، او يعني بالحزن والله. يعني بتقول الناس دي بعيده قوي عن الفكر بتاع انه الرحمه لا تتجزا، لكن بيطلع لك كده من النص حاجات وناس وشباب جميل جدا ومثقف جدا وبيدولك امل انه لو انت مقتنع بحاجه افضل قولها وما تلتفتش لاي تريقه او كلام، وما يهمكش ان الناس تقول حيوانات ايه اللي بتتكلموا عليها، وحاول تنشر حاجه كويسه يمكن يوم القيامه قدام ربنا سبحانه وتعالى الحاجه الصغيره دي او كلمه حق انت قلتها تبقى سبب انك تتنقل من مكان لمكان. في مجموعه من سكان هرم سيتي نظموا مبادره عشان يعملوا توعية للسكان بأهمية التوازن البيئي. يعني إيه التوازن البيئي؟ ببساطة شديدة ده المفروض الكلام اللي الزراعة تقوله والهيئة العامة للخدمات البيطرية هي اللي تقوله، إن حضرتك في أي منطقة خصوصا منطقة صحراوية، خصوصا لو منطقة ليها ظهير صحراوي، لو حضرتك فيها كلاب موجودة هتطمئن إنك مش هتلاقي الكائنات الأخرى، ديابة، ثعالب، سلعوة، الحاجات دي كلها وجود الكلاب بيمنع ده. تنزل حضرتك عشان تخلص من هوهوة الكلاب بالليل تروح قاتل الكلاب وسممهم على طول اوتوماتيكلي كده يعني وانت مغمض عينك هتلاقي ديب وثعلب وسلعوة وحاجات تانية كتير، وده حصل كتير في محافظات مصر كتير جدا والناس كلها عارفة كلام ده، وحتى هنا في القاهرة في الكومباوندز اللي ليها ظهير صحراوي. الشباب دول او سكان هرم سيتي خطبوا الاطباء البيطريين وهيئه الطب البيطري بانه لازم نمتنع عن وضع سم للكلاب وان احنا نعمل توعيه بعمليات التعقيم. التعقيم يعني الاخصاء. طيب هعمل ايه بعد كده؟ ببساطه شديده لما اعمل عمليات اخصاء للكلاب بعد مده زمنيه معينه هلاقي انه مفيش تكاثر للكلاب، فالاعداد الكتيره اللي مضايقانا في الشوارع دي من غير بقى ما ابقى سميت ولا موتت ولا اخدت ذنب هي اصلا كده كده هتختفي، هتقل جدا جدا جدا. ده الفكر اللي العالم كله ماشي بيه. احنا في مصر عندنا للاسف استسهال، الطب البيطري بينزل يحط سم ويموت، هل ده حل؟ عمره ما كان حل. هل ده حلال؟ مليون في الميه وانت مغمض عينك لا مش حلال. تعالوا نشوف تقرير زميلتنا مارينا أمير اللي نزلت صورت مبادرة هرم سيتي لعمل توعية لأهالي سكان المنطقة بعمليات التعقيم وعدم استخدام السم للتخلص من كلاب الشوارع. احنا مجموعه من السكان قررنا ان احنا نعمل حمله توعيه وتعقيم في المدينه بمجهوداتنا الذاتيه،
لفكرة انه كان في حملات سم نازلة الفترة اللي فاتت واحنا وقفنا لها انه ما ينفعش نسم الكلاب، بالذات ان احنا مدينة مفتوحة على الجبل، انت ما عندكش ما يمنع ان الكلاب تدخل. فاحنا قررنا نعمل توعية، بعدنا خطابات لهيئة الطب البيطري اللي في الحي 11، طلبنا منهم وقف السم وان احنا هنتحرك احنا كسكان بطريقة جدية ان احنا نمنع ده. وفعلا احنا اتكلمنا مع شلادر من اللي هم في شبرمان بتوع مؤسسات حماية الحيوان، وتواصلنا معاهم وهنعمل اول حملة توعية او اول رحلة توعية ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، هنطلع بيها للشلدر بعدد معين من السكان لفكرة ان احنا نقول لهم ازاي نتعامل مع الحيوان. اتنين، هنبدأ من يوم السبت عملية تعقيم للإناث من الكلاب في كل شارع، هنبدأ بأول 5 كلاب هيتعقموا يوم السبت. معانا دكاترة مشتركين ومتبرعين بأجورهم تماما، معانا ناس متبرعة بوقتها ومجهودها، هي كل الحكاية ان احنا بندور على فكرة ان احنا نبقى ناس حضارية. مفيش حد في اي دولة من دول العالم بيقتل كلب عشان هو متضايق منه، الكلاب بتعيش ولكن احنا بنحد من تكاثرها، بمعنى ان احنا ما نخليهاش تتكاثر اكتر من كده عشان هي دي المشكلة. حرام، المفروض زي القطة زي الكلب، المفروض دولة تساعد. الدين الاسلامي ما قالش ان الحيوان يموت، ده بالعكس وصى على الحيوان الرفق بالحيوان اللي الواحد يسقيه يأكله، لو ما عملش كده ما يأذيهوش يسيبه بقى في حاله. فارم سيتي عندنا مشكلة أكبر، إحنا في صحراء مفتوحة، عندنا جبل، الجبل دوت فيه تعالب، فيه سلعوة، فيه ديابة، فيه حيوانات تانية، الحيوانات دي لو الكلاب دي مش موجودة هتنزل علينا وتعمل لنا مشكلة أكبر من مشكلة الكلاب. المشكلة الناس ما عندهاش وعي بأهمية التوازن البيئي دوت، يعني إزاي إن الكلب ده ليه مهمة مش سهلة انه يكون موجود، ان انا اقضي عليه واقضي عليه بطريقة غير انسانية. طبعا اللي بيحصل مع الحيوانات في الشوارع وفي الجامعات وفي الكومباوندز وحتى في الاحياء الشعبية اللي هي كانت بتتصف اهاليها بالجدعانة والشهامة، بقى بيحصل فيها ابشع انواع القتل للكلاب والضرب. وطبعا الجمعيات كل يوم ما بتخلاش، كل يوم بتتلقى حالات، واحد قطع ديل كلب، واحد قطع رجل كلب، واحد ضرب كلب بسكينة، واحد مش عارف معاه طبنجة ومرخص سلاح او مش مرخص، كلب بيهوهو فعملوا منه ازعاج راح ضربه بالنار، حاجات من دي يعني. فلو كانت المشكلة هتتحل بالقتل كان زماننا دلوقتي ما عندناش كلاب او كلاب قليلة قوي وكان خلاص مشكلة اتحلت. وفلوس السم اللي هم بيجيبوه علشان يموتوا الكلاب، مادة الستريكنين ديت مادة خطر جدا على الحيوان والنبات والإنسان، وبتسبب أورام وبتسبب مشاكل في التنفس. ويعني أنا هديكي مثلا مثال، قطع اللحمة مثلا اللي بيرموها في الجناين والنجيلة والحاجات عشان يموتوا الكلاب، بعد ما الكلب مثلا بياكلها أثرها بيفضل على الأرض، وبعد ما الكلب بيتسمم هو طبعا بيموت موتة بشعة. أحب بس أوضح للناس هو بيموت إزاي، غير طبعا الألم الفظيع والعذاب اللي بيتعذبه، مصارينه بتتقطع ورقته بتنفجر.